الاحتفالات بالأسواق العالمية. ينضم إلينا الآن من عمان سيد سركيس نزار. أهلا بك معنا سركيس. يعني كما نتابع يعني كل الأسواق الآن تقف أمام حيرة وتحركات الأسواق العالمية، يعني بعد 7 أسابيع من الانخفاض المتواصل اللي شفناه يمكن بالأسواق الأمريكية، بدأنا نشهد نوعا ما محاولة لعودة الارتفاع من جديد. برأيك يعني هل يمكن للأسواق الأمريكية أن تخرج من حالة الضبابية وتعود بالفعل لتحقيق بعض العوائد والمكاسب خلال هذه الفترة؟ نهاركم سعيد. بالفعل نشهد محاولة للارتفاع هذا اليوم في عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية، لكن ما يحصل هذا اليوم أو بشكل عام خلال الأسابيع القليلة الماضية في الأسواق الأمريكية أو أسواق الأسهم الأمريكية يذكرني فيما حصل في أواخر عام 2018. بدأت الأسواق ترى بأن الفدرالي الأمريكي ربما سيتوجه لرفع الفائدة بشكل متسارع، وهو بدأت الأسواق المالية وكأنها تعبر عن غضبها بهذا الرفع الكبير بالفائدة، خصوصا مع ظهور بعض الملامح بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ بالتباطؤ هذا الأسبوع. نحن في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية والتي تبدأ يوم غد، والتي ربما ستظهر تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية، تباطؤ أيضا قطاع الخدمات، وهذا كله سيرافقه على الأرجح رفع بالفائدة، مما قد يبقي على أسواق الأسهم في حيرة، في حالة انتظار ليروا كيف سيتأثر الاقتصاد الأمريكي برفع الفائدة. الفدرالي مجبر أن يرفع الفائدة لأن معدلات التضخم عند أعلى مستويات لها منذ حوالي 4 عقود من الزمن، وهذا التضخم يجب أن يتم علاجه. لكن في نفس الوقت عندما يبدأ الاقتصاد الأمريكي في التباطؤ، هنا قد نرى المزيد من القلق في الأسواق المالية. هنالك توقعات بأن يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود أو على الأقل في حالة من الضعف الكبير بعد أن انكمش خلال الربع الأول من هذه السنة. والآن أسواق الأسهم في العادة تسبق الأداء والدورة الاقتصادية بحوالي 3 إلى 6 أشهر في العادة، والانخفاض الذي يحصل في أسواق الأسهم حاليا هو تعبير لتوقعات ركود أو تباطؤ قوي في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يبقي على حالة الضغط الإجمالي على أسواق الأسهم حتى ولو بشكل مؤقت على المدى القصير، لحين ظهور المزيد من المعلومات حول أداء الاقتصاد الأمريكي ويوم الأربعاء المقبل مع انتظارنا لمحضر اجتماع الفدرالي الأمريكي. نعم، يعني سركيس رأينا هبوط الدولار بعد سلسلة أيضا طويلة من الارتفاعات شهدناها على مستويات الدولار أمام سلة من العملات. اليوم هل عمليات الانخفاض اللي عم نشهدها هي عملية تشبع شرائي برأيك، أم هي أيضا تتواكب مع هذه الأحداث وهذه التخوفات اللي عم نشهدها يمكن حول مستويات الركود القادمة؟ بالفعل كما تفضلتي، مستويات التشبع الشرائي فنيا بالنسبة للدولار الأمريكي كانت بحاجة إلى تصحيح وما زالت بحاجة إلى تصحيح، وهذا ما دفع الدولار لبعض الانخفاض مقابل سلة العملات الرئيسية. هنالك موضوع مهم أود الإشارة له، بأن التوقعات للفدرالي الأمريكي لا تقتصر فقط إلى الشهر المقبل التي من المتوقع أن يرفع فيها الفدرالي سعر الفائدة ب50 نقطة أساس باحتمالية تزيد عن 95%، لكن يراقب المتداولون أسعار الفائدة في الاحتياط الفدرالي على مدى هذه السنة كاملة. بحسب مجموعة CME لتوقعات أسعار الفائدة، هنالك ارتفاع في أن يتم رفع الفائدة إلى نطاق 2.5 إلى 2.75 من 27% إلى 37% خلال 30 يوما الماضية، وهذا يظهر بأن عددا أكبر من التوقعات أصبحت تشير بأن الفدرالي قد لا يرفع الفائدة ل3% أو أكثر كما كان متوقع مسبقا. وهنا بدأ الدولار الأمريكي يتم إعادة تسعيره بعض الشيء ليشهد بعض الانخفاض مقابل سلة العملات الرئيسية، لكن بشكل عام الدولار ما زال قوي. بشكل عام أستطيع أن أقول بأن المرحلة الحالية هي مرحلة بعض الانخفاض التصحيحي للدولار الأمريكي التي رافقت الانخفاض الملموس في عوائد السندات بعد أن لامست عوائد سندات 10 سنوات 3.2% خلال هذا الشهر، وانخفضت هذا اليوم لمستويات ما دون 3%.
نعم، التباين الأكبر عم نشوفه على أسعار النفط سركيس، يعني ويبدو بأنه بعد ثلاث جلسات من هذه الارتفاعات اليوم عم نسمع مطالبات من بايدن ربما لأوبك بأنها يجب أن تتجه لعملية رفع إنتاجها للمحافظة على مستويات أسعار أقل. ما هي نظراتكم؟ يعني هل يمكن أن نرى أي استجابة من أوبك برأيك، وهي ليست الجديدة ربما من بايدن لأعضاء أوبك؟ بالفعل هذه المطالبات سبق وأن شهدنا مثلها لمنظمة أوبك سابقا. الآن منظمة أوبك وحلفائها عندما ينظرون إلى الإنتاج ينظرون إلى مستقبل الطلب العالمي. بداية هنالك انخفاض في الطلب العالمي بنحو 1,200,000 برميل خلال الربع الأول الماضي من هذه السنة مقارنة بالربع الرابع الماضي. موضوع آخر مهم وهو انخفاض الإنتاج حقيقة ب 710,000 برميل تقريبا بحسب وكالة الطاقة الدولية خلال الشهر الماضي بفعل التوترات الجيوسياسية. لكن على المدى الأبعد أوبك تتوقع أن يبقى الطلب العالمي على النفط بنحو 100 مليون برميل يوميا كمتوسط. وكالة الطاقة الدولية وأيضا إدارة معلومات الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لطلب النفط عالميا إلى ما دون 100,000 برميل. لذلك عندما تنظر أوبك إلى هذه المعطيات ربما قد لا تستجيب حاليا برفع كبير للإنتاج، إذ أن الإنتاج الحالي ربما يكون أضعف قليلا حتى لو كان أو مساوي تقريبا للطلب العالمي. وبالتالي أسعار النفط استجابت بالفعل ارتفاعا لأنباء توجه الصين لإلغاء إغلاقات كورونا، لكن هذا الارتفاع لو قورنا بالارتفاع الحاد الذي حصل خلال بداية التوترات الجيوسياسية سنلاحظ بأنه ارتفاع تدريجي وقليل نسبيا. أتوقع بأن نشهد المزيد من المحاولات للارتفاع في أسعار النفط، لكن في نفس الوقت هذا الارتفاع قد يبقى محدود لأن التوقعات المستقبلية إدارة معلومات الطاقة الدولية أيضا توقعات أخرى تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط ربما سينمو بأقل مما كان متوقع، وهذا ما يبرر الارتفاعات التي قد تستمر لكن بشكل متذبذب وقليل نسبيا. نشكرك سركيس نزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.